الوداد 35 انتصار، لكن اليوم انتصار ثمين، انتصار غالي الثمن. الحكم ماذا يقول؟ ركلة جزاء، فرحة ودادية كبرى. الآن احتجاج بالنسبة لفريق الرجاء. انظر تقدم، فرصة الهدف الأول. شوف الكرة كانت فرصة أولى عن طريق الحداد، وشوف اللقطة الماضية وركلة جزاء يحتسبها حكم المباراة. هذا التدخل، التدخل كان قوي في اللقطة الماضية، وحكم المباراة يحتسب لإسماعيل الحداد ركلة جزاء الصاروخ الأولى من ركلة الجزاء، من علامة الجزاء. نشاهد ونتابع، يتقدم يا رب. الدار البيضاء، خط أحمر اسمه الوداد. للدار البيضاء، خط أحمر اسمه الوداد. الديربي يشضي على طريقة بانينكا. انظر إلى كرة الملعقة، يا سلام يا سلام على ركلة الجزاء، على الهدوم في أجواء ديربي، في ضغوطات ديربي تتلاعب بهذا الشكل. أي قلب وأي برودة أعصاب، وأي كرة استقرت، وأي محمد لاهيزا والقوة الجوية. الكرة بتصل الآن في مكان الله على المرور، الله على متولي. سقوط ركلة الجزاء، ركلة بركلة، والبادئ أحمر، والبادي أحمر. جمال السلامي رفع الضغط طوال الشوط الثاني الآن حتى وصل إلى ركلة الجزاء. شوف اللقطة، شوف اللام، نشاهد العودة. هل يعودون؟ بيرسل كرة يا رب. الدربيم يعودون إلى مدرج المقانة، يعودون إلى درب السلطات. الياتي محسن متولي يصنع أولا، يسجل ثانيا. كركات كركات رجاوي، انظر احترقت الآن، هكذا يقولون بركان الآن. شوف اللقطة، ركلة بركلة، واحد 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 واحد، والبركان يربي. انظر إلى المشهد، انظر إلى اللقطة، انظر إلى الصورة. زلزال، أمواج، بركان، سميها ما شئت. كركات الآن، انفجار، تنظيم، تقسيم، هندسة، رسمة. لأن اللي شايف بالتأكيد أيمن الحسوني لاعب خط الوسط يشارك الآن. انظر إلى كركات وداد الآن في الجانب الآخر. شايف هذه اللقطة، وشايف هنا البركان الذي ينفجر. شوف المنظر، شوف اللقطة. هذه للمشجعين، للجماهير، لمن يعتقدون بأنهم يحبون ويعشقون أنديتهم. انظروا كيف تفعل، انظروا كيف يكون التأثير. يا رب، ضربة رأس تعيد رأس الوجادين مرة أخرى. الحسوني لمثل هذه النقطة، لمثل هذا الموعد، لمثل هذا الديربي، لمثل هذه الليلة. هل شارك من أجل هذه الرأس؟ الله على الكرة الرأسية. يا ودادي يا ودادي ودادي، كانتاري كانتاري كما يرددون. الرقم 20، الرأسية تأتي. بركان في المدرج وبركان في الفريق. المدرب دوران أدخله لكي يدخلها، أدخله لكي يدخلها في شباك مرمى الرجاء. الوداد يتقدم 2-1 على مشهد. شلفة نلتة من الفرحة بالتأكيد، وبالنسبة لهدف يستحق الانذار. ولا يهم، والنتيجة أصبحت 2-1. شوف الفرحة، شوف الفاشحلوها. الديربي المستمرة، يا الله كيف الألتراس هنا والألتراس هناك. الوينرز هنا والألتراس الرجاء، ولكن شوف الوينرز، شوف الوينرز، شوف الوينرز، شوف الوينرز، شوف المنتصرون، شوف المنتصرون. إنهم بهذا المسمى، إنهم بهذا اللقب، إنهم بهذا الاسم. الوينرز ليس لقبا فقط، ليس لقبا. عبيم، هل كان أيوب الكعبي؟ انظر إلى الدموع،
يا لها من ربع ساعة بعد أن سجل فريق الرجاء. اعتقد الجميع بأنهم عادوا. أيوب الكعبي يظهر رأسية من أيمن الحسوني وبعد ذلك هدف جاتي اليسرى. المحاول أيوب الكعبي، بابا تونتي يطلب الكرة، الكرة من أيوب الكعبي، أيوب الكعبي الكرة مع عرضية ممكنة، الكرة تعود من جديد، وصلت إلى أيمن الحسوني. الله الله يا رب، الوداد إلى الدور القادم، إلى الدور القادم بهدف بديع. نعم نستطيع، الوداد بصوت عالي، نعم نستطيع بهدف بديع، بهدف بديع. أوك. الله على أربعة، أربعة ثقيلة جدا، أكبر انتصار في تاريخ الوداد. ماذا فعل الوداد اليوم؟ انظر إلى التمريرة الساحرة، يا رباه يا الحسوني، أي بديل قلب الطاولة، أي ورقة كانت رابحة غيرت كل شيء، سجل هدفا وساهم في صناعة البقية. يا حسوني كيف تبقيه يا زوران في الدك؟ أطليع ما أطليع. 4-1، الكرة بتتبرر، بينية للرجاء، بينية للرجاء، بينية للرجاء، ما زال الرجاء، ما زالت الفرصة، ما زالوا في الملعب، ما زالت عن طريق البديل الآن، عن طريق البديل الآن. 4 والهدفين من الممكن وصولهم. شوف التمريرة البينية، شوف من بديل إلى بديل. أنس جبرون، أنس جبرون في اللقطة الماضية، أنس جبرون، وبالتأكيد أحداد الآن، أحداد، أحداد البديل اللي سجل، أحداد بالتأكيد يسجل الرجاء. يعرف صعوبة الوضع، الكرة بتتحول في الجهة اليمنى باتجاه عبد الرحيم، يرسل الكرة فيها تحرك من أحداد، يحاول فيها مطالبة بركلة جزاء. إنه الجنون بعينه، إنها قمة الجنون، قمتهم بالتأكيد أن يراجع حساباته، وأنا أولهم، وأنا أولهم. متولي للرجاء، ياتي للرجاء، ياتي يا رب، يا الله، لم تنتهي بعد، بل بدأت الآن، بل بدأت الآن. إنهم يتحدون الضغوطات، تسجل علينا على طريقة بنينا، يردونها هنا، تيبو مقابل تيبو، بلنتي مقابل بلنتي. محسن متولي تحت كل هذه الضغوطات تسجل بهذا الشكل، يا أخي مستحيل هذا اللي نشوفه. شوف اللقطة، شوف التثبيت، شوف الهدوء، شوف ركلة الجزاء، شوف 4-3، شوف ديربي للتاريخ، شوف الريمونتادا التي قد تأتي. أنا أعلنت مع الهدف الرابع بأن الوداد للدور القادم، الآن قد يتغير الإعلان، قد يستجيبون للنداء الأخير. محسن متولي بكرة ثابتة، سيحاولون، سيتمسكون بكل الآمال، كرة عرضية رأسية، مستحيل، مستحيل، لا تقلب الصفحة حتى تقرأ السطر الأخير، تقرأ السطر الأخير، السطر الأخير يكتب باللون الأخضر، يكتب بلون الرجاء، يكتب بلون النسور، يكتب بمدرج المجانة، يكتب شعب ريمونتادا تاريخية عالمية، كمباك خيالي. 4-4، من الذي ارتقى؟ أي رأس قفزت؟ أي كرة استقرت؟ أي نهاية؟ أي دربي؟ 4-4 أصبحت للرجاء وليست للوداد. باركنا التأهل الوداد، الرجاء يقول بارك لنا الآن، بارك لنا الآن، مبروك يا رجاء. مالونجو يؤكد بأن مشاركته قانونية بهدف الريمونتادا. الدموع تحولت من مدرج إلى مدرج، الفرح تحول من مدرج إلى مدرج. لا تقلب الصفحة حتى تقرأ السطر الأخير، السطر الأخير كتب بالقلم الأخضر، باللون الأخضر. أنا استعجلت في قلب الصفحة لكنني عدت لكي أقرأها. جدال بلا نقاش، الصافرة تأتي، إنه رجاء الشعب الذي
الذي لا يستسلم، إنهم رجاء الشعب الذي لا يقهر، إنهم رجاء الشعب الذي يعود في ليلة تاريخية، في ريمونتادا خيالية، في كامباك عالمي، في صافرة للذكرى وللتاريخ، اللون الأخضر في كل مكان، الرجاء يسيطر الكبير، الرجاء إلى دور الثمانية، الرجاء إلى دور الثمانية. شكرا للوداد، شكرا للرجاء، شكرا للدرب البيضاوي الكبير، شكرا لهذه القمة التاريخية، لهذه الليلة التي لا تنسى، لهذا الدرب الذي سيبقى في ذاكرتي وفي مسيرتي.